المصريين طول عمرهم بيت واحد، وقت الأزمة ألف إيد تتمد وتساعد. ولما كبير العيلة فكر وقرر عشان البيت يكبر ويعمر، نص ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. من وقتها بنتشارك بأفكار كلها من جوه الصندوق، صندوق تحيا مصر، عشان ما يبقاش في حد ساكن في عشوائيات كده، ولا طفل من غير مأوى مصيره مجهول كده، ولا مريض مش لاقي الدواء كده، ولا ست مكسورة ورا القضبان كده. شوف النهاردة سكان الأسمرات عايشين إزاي. صراحة لما قعدنا هنا لقينا من المنطقة كويسة وأمان، والواحد لقى حياته هنا، واللي يعيش حياة كريمة هنا عما كان عايش. ولا غيط العنب والعسال، صراحة كان البيت كان الأول تعبان، فلما جه الصندوق بتاع تحيا مصر جم طوروا، فصراحة البيت بقى مية مية. ومريض فيروس سي اللي ودع ألمه وبقى عال، خدمة ممتازة جدا، والعلاج ناس خدت جرعتين وربنا أكرمها. والست المكسورة بقت مستورة في حضن العيال. أنا جبت كارد مستورة من صندوق تحيا مصر، كان عندنا نول واحد وزودنا الإنتاج وجبنا نولين، كان أولادنا مش متعلمين علمناهم وكبرنا المشروع. بشكر صندوق تحيا مصر إنه سدلي ديوني، والحمد لله أنا خرجت العيال بالسلام. كمان اتشاركنا وقلنا لكل طفل بلا مأوى إحنا معاك. المكان ده يعني بعد ما اتجدد حسينا إن إحنا في حياة تانية، حياة كويسة. نطلع الكمبيوتر بالصبح، بنطلع المدرسة، الموسيقى، بنخش هنا الملاهي. وشبابنا زهرة بلدنا، كتير منهم وقف على رجليه وفتح بيوت. العملية كانت مش مظبوطة بالنسبة اللي كانوا بتنطط من شغل لشغل، لسواق لتاكسي اللي مش عارف ايه، فالحمد لله النهاردة أصبحت بقى ليا دخل ثابت، وبقى ليا مشروع أنسند عليه، حتى بالنسبة لأولادي بعرف إن في دخل جاي لي. بكرة أحلى بينا، والأمل دايماً موجود، الخير حيفضل فينا، واللي في إيدينا لبعضينا، ما هو ده من المصريين للمصريين. صندوق تحيا مصر، نتشارك.